في تطور ملحوظ لامتهان سرقة الممتلكات العامة، يقدم عشرات الأشخاص في محافظة عمران على سرقة أسلاك الهاتف وكابلات الكهرباء ونهب لمبات الإنارة من أعمدة الشوارع بصورة عبثية غير مسبوقة. ارتكاب جرائم لتخريب مصالح المجتمع، من ضمنها كابلات الاتصالات والألياف الضوئية وتكسير بعض الإنارات. وتكثر سرقة لمبات الإنارة في الشوارع التي تقل فيها حركة المارة، بالإضافة إلى الانقضاع المستمر للتيار الكهربائي، دفع الكثير من أرباب السوابق إلى الإمعان في السرقة في عتمة الليل وبيع المسروقات كخردة، في حين تعدت تكاليفها المليارات خلال العام الماضي. أنا أعرف كيف تم سرقتها تحت عصابات يعني منظمة، عصابات منظمة، ولا نعلم من أي اتجاه، وتم ضبط العصابات هذه إلى جهة الاختصاص ولا نعرف شيء بعد ذلك. كما تنامت جرائم السرقة للممتلكات العامة والخاصة وتكررت بأكثر من سيناريو، وقد ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من العصابات، وأغلب القضايا تقيد ضد مجهول. كثيرة هي المضبوطات وكثيرين هم المطلوبين، فهل ستكثف وزارة الداخلية جهودها للحد من هذه الظاهرة؟ أم أن الممتلكات العامة والخاصة ستظل مالا سائبا أمام هذه العصابات التي تنفذ معظم جرائمها بقوة السلاح؟ أحمد العثربي، اليمن اليوم، محافظة عمران.